السائل يقول: في عدد من مقابر الرياض يجتهد بعض الشباب وفقهم الله فيرفعون القبر أو يرفعون القبور أكثر من شبر شبرين أو ثلاثة، بحجة أن المطر لو نزل فإنه لا يتأثر القبر بذلك، هل فعلهم هذا صواب؟ لا يجوز هذا، لا يرفع القبر أكثر من شبر، يمنع هذا، ولا يجوز للشباب أن يتدخلوا في هذا. نعم.